أما هلأ نور ننتقل لفقرة كتير مهمة، وأكيد لما بنحكي عن مؤسسة موج كلنا بنعرف إنه هي مؤسسة مدنية غير ربحية، عملت كتير نشاطات طبعا هي السنة لحتى ترخصت مباشرة بشهر حزيران من 2020 هي الأنشطة اللي كان ضمن برامجها الأربعة المتمثلة بدعم التعددية والتماسك المجتمعي وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأيضا تبني وإنتاج إعلام حساس للنوع الاجتماعي. مشاريع أكيد عديدة، فرح بعد مشروع بعدنا صغار اللي كان الإخبارية السورية حضور في اليوم، بلشت موج بمشروع صوت وصورة وصدى يلي بيحكي عن المسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام السوري، وهي نقطة كتير مهمة يمكن اليوم عم نضوي عليها. أكيد نور، وقبل الترخيص خلينا نوضح أنه كان طبعا اسمه راديو سوريات، واللي كان له نشاطات كتير من عام 2014 لوقت الترخيص من عام 2020 مثل ما ذكرنا، لحتى نحكي أكثر عن مشروع صوت وصورة وصدى. أكيد بصيرنا نرحب بليلى نقيري وهي منسقة مشروع صوت وصورة وصدى، وأيضا الصحفية رنيم خلوف معدة محتوى ومسؤولة العلاقات العامة بمؤسسة موج. يسعد صباحكم. صباح أهلا الخير. وسهلا صباح فيكم. الخير. يسعد صباحكم. بالعاده انتم بتسالوا اليوم، نحن اللي بنسال لكم. مبسوطين فيكم اليوم. خلينا نبلش معك ليلى، خلينا نحكي عن هيدا المشروع اللي اطلقتوه اليوم، ونحن حكينا عن هي المؤسسه الى مشاريع عديده، شو المختلف اليوم لما نقول في مشروع جديد؟ واساسا نحن يعني عم نحكي قديش دور الاعلام السوري له دور كثير كبير هالمرحلة، يعني ممكن كنا نشوفها قبل لأنه نحن عانينا من تضليل إعلامي كتير كبير خلال الحرب، ليه اليوم بلش المشروع وشو الهدف منه؟ مشروعنا بيشتغل مثل ما قلنا مشروع صوت وصورة وصدى، هو واحد من مشاريع مؤسسة موج. بنشتغل هو كمان بيندرج ضمن برنامج دعم التعددية والتماسك المجتمعي. هدفنا من المشروع أو بنشتغل على تعزيز المسؤولية المجتمعية للإعلام لحتى يكون الإعلام قادر يضوي على التحديات اللي عم بتواجه المجتمع السوري بخطاب متوازن ومهني ومسؤول. هلا رح اعطيكم لمحه صغيره عن المشروع. نحن مشروعنا بيشتغل على شقين، الشق الاول هو عباره عن حمله اعلاميه، رح نكون من خلال حمله عم نرفع التوعيه بدور الاعلام وكيف ممكن الاعلام يكون مسؤول وعم يوجه خطاب مهني ومسؤول بما يخص القضايا اللي بتخص المجتمع السوري والتحديات اللي بتخص المجتمع السوري. ضمن الحمله بنشتغل على رح نكون عم ننتج وننشر بوسترز، انفوجرافيكس، مقالات صحفية. والشق الثاني من المشروع بيتضمن بحث أولي. ضمن البحث كنا عم نعمل خارطة لوسائل الإعلام السورية، كمان كنا عم ندرس شو هي احتياجات العاملين بمجال الإعلام لحتى نبني عليه. ركزوا عليها كثير منيح. ورح نكون عم نشتغل يعني بناء على دراسة احتياجات الإعلاميين للمجتمع السوري، رح نكون عم نبني تدريبات المشروع. وكمان ضمن البحث كنا عم نشتغل على تحليل المنتجات الإعلامية السورية لحتى نشوف لأي درجة هي متوازنة ومسؤولة، وفينا نقول يعني عندها مسؤولية تماماً مجتمعية مثل ما قلتي من البداية. كمان ضمن تدريبات المشروع نحن عم نعمل تدريب، ندرب 40 إعلامي. التدريبات كان تدريب بشهر أيلول، تقريبا انتهى بمنتصف شهر أيلول، وإن شاء الله نحن متوقع التدريب الثاني رح يكون عم نعيده مع مجموعة ثانية من الصحفيين خلال الشهر القادم إن شاء الله. اتوقع هيك، هي ملخص صغير عن المشروع. اكيد خلينا نتوجه لك كمان رني ونحكي عن تجربتك بهي المرحله المسؤوليه المجتمعيه اليوم، وقد ايه هي يمكن لاحظتوا انه نحن بحاجه لها، ليش اخترتوا هي الفتره بالذات لحتى تنطلقوا بهي الحمله؟ هلا اول شيء الحديث ما عم يكون عن تجربتي انا كشخص، عن تجربه مؤسسه. انتبهت او لاحظت انه لازم الاعلام كله يكون مسؤول اجتماعيا، الاعلام السوري يجب ان يكون جامعا لكل السوريين والسوريات أينما وجدوا بكل زمان وكل مكان. حكت نور من شوي أنه نحن مقبلين على مرحلة جديدة يجب أن يكون التعاطي فيها مختلف تماماً عن التعاطي بالمراحل السابقة. أيضاً دراسة احتياجات إعلاميين وإعلاميات أكيد بالنتيجة هنا جزء من المجتمع السوري يلي عانى وتعرض لكل ما تعرض له هذا المجتمع. ليش هلأ؟ لأنه هلأ وقتها، يعني كل مرحلة من 2011 لليوم إلى وقت يعني محدد. واليوم نحن كل الإعلام السوري يجب أن يكون لديه خطاب
يجمع السوريين جميعا دون استثناء بالداخل بالخارج أينما وجد هؤلاء السوريين. الغرض من التعاون والتدريب الإعلاميين والإعلاميات الزملاء يلي شاركونا بمشروعنا صوت وصورة وصدى بحضور اختصاصيين الأستاذ طالب قاضي أمين الأستاذ يعروب عيسى لا حتى نوصل خلينا نقول مجموعة من الأشخاص نحن اللي قادرين أنه نعبر قادرين أنه نوصل رسالة حتى تكون رسالتنا متوازنة حتى تكون رسالتنا جامعة لكل الأشخاص ولكل الناس أيضا. مثل ما قلت لك هلأ وقتها وهلأ وقت البرنامج برنامجكم أنتوا أكيد بيكون في خطاب جامع بتستهدفوا كل الناس وكل الأشخاص. يمكن لازم كلنا كصحفيين وصحفيات وإعلاميين وإعلاميات نشتغل شوي على موضوع يعني خطابنا لغتنا. هاي كثير نقطة كثير مهمة. يعني لما أقول أنا خطاب عم نحكي عن المسؤولية المجتمعية اليوم للإعلام أنا بعتقد هيدا المشروع اليوم كثير مهم لأنه حتى في صفة صحفي يعني لا تطلق على أي من كان لأنه اليوم عم نشوف مثلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنا بقول صحفي بقول رأيي بكل تجرد مع أنه في أحيانا إهانة وتنمر وعطاء آراء وأحيانا بيختص يعني تمام. في بعض الصحفيين بيوصل لمرحلة ممكن يقيموا شخص ومحطة وبيقول لك هي ما بس يعني هون عم نحكي عن المسؤولية المجتمعية قديش دور هاي المشروع اليوم لما أنا أدرب إعلاميين أساسا هنا موجودين بالإعلام وأساسا عندهم مشاكل بالتعاطي من خلال الإعلام لأنه أحيانا بيتم استغلال الإعلام بطريقة سلبية وطريقة إيجابية قديش فينا نشتغل على هاي التفاصيل وقديش فعلا فيني أنا أركز عليها اليوم من خلال تبني هدول الإعلاميين من خلال هذا المشروع وأنا مو فقط خليه مشروع يعني ممكن يستمر من خلال جمع قنوات اللي هي السورية اللي هي بعض قنوات الإعلام السوري. هلأ بدي هيك بس جاوب نقطة نقطة لأنه حكيتي ثلاث محاور. أول شيء نحن ما فينا نقول بعض يعني نحن يجب على كل الإعلام السوري بغض النظر عن اصطفافاته يعني نحن جوهر الموضوع اللي حكيتي عنه تماما أنه نحن قول رأيك وكثير طبيعي انه ما يكون عندك راي محايد كوسيله اعلاميه بس قول رايك بخطاب متوازن بدون تنمر بدون وصمه بدون اقصاء للاخر صحيح. هذا هو جوهر مشروع صوت وصوره وصدى الحقيقه. النقطه الثانيه صحفيين وصحفيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاسف كان لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير بانه عدم التفريق بين حريه التعبير أو الرأي الملتزم والمتوازن وبين استخدام أدوات خطاب اللي كان فيها كراهية بنسبة كتير كبيرة من تنمر من وصمة من إقصاء للآخر للأسف هذا شفناه بوسائل التواصل صحيح. الاجتماعي بشكل كتير كبير صحيح. ليلى إذا بدنا نحكي اليوم كيف كيف تم اختيار الصحفيين كثير من الصحفيين اليوم يمكن عندهم استعداد كثير كبير للتطور والتطوير بنفس الوقت يمكن ما كان في مجالات لهذا الشيء البعض الاخر سنحط له الفرصه بكثير من البرامج التدريبيه خبرينا كيف تم الاختيار التنسيق والدعوات. هلا اول شيء التدريب كان بالتعاون مع المركز العربي للتدريب الاذاعي والتلفزيوني كان مثل ما عم تخبرنا زميلتي رنيم انه كان بمشاركه مجموعه من المدربين المميزين لحتى نقدر نوصل للهدف الاساسي من التدريب. نعم. هلا نحن اعلنا عن التدريب عن طريق استماره نزلت على صفحتنا على الفيسبوك ظلت الاستماره تقريبا مفتوحه تقريبا اسبوع استقبلنا عدد كبير من المشاركين المتقدمين اللي حابين يشاركونا بالتدريب. تمت فلتره الاستمارات هي واختيارهم بناء على عده معايير اول شيء الخبره ثاني شيء كنا عم نحاول نعمل توازن بين انه الاعلاميين اللي رح يكونوا معنا بالتدريب يكونوا موجود بيشتغلوا بوسائل اعلاميه متنوعه مرئيه مقروءه مسموعه افتراضيه كنا عم نحاول كمان يكون في توازن بادوار هدول الاعلاميين مذيعين مقدمين برامج محررين الى اخره واكيد اهم شيء كمان يكون في عنا توازن جندري بحيث نحن يكون في عنا مساواه بين الصحفيين والصحفيات لانه اكيد نحن بنشجع وبندعم الاثنين. رنين خليني اسالك كونك انت بنت المهنه كنتي بين الحضور بالورشه كيف كان تفاعل فينا نقول الاعلاميين خصوصا لما نقول اليوم مسؤوليه مجتمعيه يعني هي فينا نحط تحت 100 خط لانه هي بحبوحه بشكل كثير كبير. يمكن هو بالعموم الصحفيين والصحفيات والاعلاميين والاعلاميات بدهم فرصه حتى يطلعوا يلتقوا برا ويحكوا هيك اكيد اكيد مدعوين جميعا بدهم فرصه مثل ما قلت لك ليلتقوا برا وبدهم كمان هيك مساحه خارج حدود المؤسسات بكل صراحه لانه يعني نحن اي حدا محكوم بسياسه وسيله معينه فكان تفاعل كثير كبير شفنا تفكير خارج الصندوق مثل ما بيقولوا لصحفيين وصحفيات زملاء بيشتغلوا وزميلات بيشتغلوا بالاعلام الرسمي
والإعلام الخاص، صحفيين مشاكسين يعني صحفيين وصحفيات مشاكسين بالفطرة. فيعني هيك كان جو لقاء أنا سميته لقاء جميل فريد، كان في أفكار كثير كبيرة لحتى يكون حجر الأساس بتطوير ووضع قواعد جميلة لخطاب متوازن. والله كل صحفي وصحفية فينا بداخله في هيك خطاب جامع وجميل لكل السوريين أينما وجدوا أينما كانوا بالداخل وبالخارج. أكيد يعني ليلى اليوم كنت عم نحكي عن يمكن التعاطي الحلو يلي كان بين الصحفيين، عن فرصة اللقاء مثل ما قالت رنيم، النتائج يلي أنتوا حصلتوا عليها أو حسيتوها نتائج ملموسة، لو قلنا آنية قبل ما إحنا ما نتجه فيها للناحية العملية كيف كانت؟ أكيد مثل ما كانت تخبرنا رنيم كان كثير التفاعل حلو، إحنا كنا كثير سعيدين يعني انه نحن نكون موجودين وعم نشوف المشاركات اللي كانت عم بتكون، الافكار اللي كانت عم بتطلع، الحكي اللي كنا عم نسمعه، قد ايه كان في توافق، قد ايه كان في انسجام، قد ايه كان في نقاش حلو عم يطرى. واحدة من المخرجات تبع التدريب مثل ما خبرتكم انه نحن رح يكون التدريب عم نعيده مره ثانيه مع مجموعه صحفيين جداد، رح يكونوا 20. بعد ما نخلص التدريبين هدول رح نكون عم نجمع ال 40 اعلامي بورشه رح تكون لمده 3 ايام، رح نكون عم نطور مع بعض ميثاق ناظم للمسؤوليه المجتمعيه للاعلام. كمان فيني اقول انه بالوقت الحالي في عنا تقريب العشر اعلاميين اللي كانوا موجودين معنا بالتدريب، هن هلا عم يكتبوا مقالات، هي المقالات رح يتم مشاركتها على الويب سايت تبع مؤسسه موج بالفتره القادمه خلال الحمله ان شاء الله. يمكن حكيت ليلى نقطه مهمه انه بعد التدريبين رح يكون في اجتماع الاعلاميين المشاركين، ممكن ينعمل ميثاق، فينا نقول هيدا الميثاق قديش فيني انا كمان كوزاره اعلام اتبنى لما اقول يكون في مسؤوليه مجتمعيه، يعني استمرار لهيدا المشروع، ما فقط عم نقول تدريب لحس بالمسؤوليه المجتمعيه، هيدا يكون في ميثاق من اساسه، يكون في قواعد اساسيه للتعاطي الاعلامي ضمن هيدا الاطار من خلال تبني وزاره الاعلام، انه ممكن يكون في استكمال او استمرار لهيدا المشروع. طبعا هلا الميثاق رح يكون متاح امام الجميع، واي وزاره او مؤسسه بالدوله قادره انه تتبناه، ابدا ما في مشكله، لانه هو رح يكون متوازن مثل ما قلت لك، وعم اكد دائما على كلمه متوازن وجامع، هو اصلا مصاغ بايدي صحفيين وصحفيات اشتغلوا عليه، فاكيد رح يكون ممثل لانه هو مانو يعني قابل للتعميم ان صح التعبير بلغه البحث، قابل للتعميم. هذا الميثاق اكيد ما عندنا مشكله ابدا كمؤسسه موج بالتعاون مع المركز العربي للتدريب الاذاعي والتلفزيوني، ابدا هو مفتوح ومتاح لمن يود ان يشاركنا به. طيب بالختام اذا بدنا نقول رنيم، المشاريع المستقبليه اللي حابين تقوموا فيها من خلال موج، لانه لما سالتك اول شيء قلتي لي هلا وقتها، فشو بتشوفي نحن حاجتنا لقدام كصحفيين كاعلاميين لحتى نقول فعلا هلا وقتها ونبلش نشتغل عليه؟ هلا نحن دائما نشتغل اي مشروع ضمن برامجنا الاربعه اللي عددتيها وحكيتي عنها حضرتك. نحن هلا عنا بعد صوت وصوره وصدى مشروع خاص بالسيدات للتمكين الاقتصادي للسيدات بالمقر بمدينه النبك، بمقر المؤسسه بمدينه النبك، هو اسمه توازن. هذا المشروع قريبا الشهر الجاي ان شاء الله رح يكون هيك شيء جديد من نوعه بمنطقه القلمون تحديدا، رح يتمكنوا بطريقه مختلفه السيدات حتى يوصلوا لاشغالهم بدون وسائط نقل، ويقدروا يوفروا شوي من مدخراتهم او رواتبهم او يعني الشيء اللي بياخذوه مشان يعينوا حالهم اقتصاديا. اما على صعيد صوت وصوره وصدى المشروع مكمل ان شاء الله. مثل ما قلت لنور نحن جاهزين للتعاون اكيد كمؤسسه موج بالتعاون مع المركز العربي للتدريب الاذاعي والتلفزيوني، وان شاء الله على السنه الجديده اكيد في نشاطات جديده بتندرج ضمن برامجنا الاربعه، اكيد عم يتم التحضير لها هلا مع فريق المؤسسه. اكيد بدنا نتشكرك ليلى النقري والصحفيه رنيم مخلوف على وجودكم معنا، نتمنى لكم التوفيق، وجميل نشوف سيدات هيك صغار ببلشين مشروع في مسؤوليه وحس فعلا بالمسؤوليه المجتمعيه اليوم، لانه بعد 10 سنوات من الحرب اليوم بدنا نشتغل على المجتمع وفي تكاتف من جميع المؤسسات ان كان القطاع الخاص والعام، فشكرا كثير لكم. شكرا جزيلا. اكيد شكرا لكم، شكرا لك ليلى ورنيم، موفقين يا رب.